للأسف مطالب الثورة لهذه اللحظة لم تتحقق، محاسبة القتلة والمجرمين، كذلك مطالب كثيرة هي تغيير فوضية الانتخابات. ونفس الوقت تعرف اليوم الشعب العراقي اليوم زادت يعني للأسف أحواله من حالة الأسوأ إلى الأسوأ. للأسف لم يكن هناك تحقيق مطالب حقيقية طالب بها المتظاهرين منذ انطلاق الثورة 1/10 إلى 2019 إلى هذا يومنا 1/10/2020. لا زال المتظاهرون مستمرون وصامدون في كل عزيمة وأصرار لتحقيق هذه المطالب. للأسف أن وعود رئيس الوزراء مجرد حبر على ورق، لحد هذه اللحظة لم يتحقق أي مطلب، ولا زال المطلب الرئيسي اللي طالبوا به المتظاهرين هو محاسبة القتلة والمجرمين، ولا زال لهذه اللحظة لم يحاسب مجرم ولم يقدم إلى العدالة. الفكرة الأولى للثورة أن رسالة واضحة إلى الأحزاب وإلى الحكومة الحالية بأن الثوار صامدون وباقون في ساحات الاعتصام ولم يحيدوا عن مطالبهم، هاي رسالة أولى إلى الأحزاب الحاكمة. الرسالة الثانية ثورة تشرين لن تنتهي، ان ما يقولون عنه في الاعلام هو تخيلات احلام يتحلمون بها، تبقى ثوره تشرين تبقى صامده تبقى بكل عزيمه الى ان تتحقق مطالب المشروع اللي طالب بها المتظاهرون. الظلم على الناس، على الناس.
فاسد مني ولفي يرد وي فاسد الله بس علم شايل وطب طالب وصعب انضرب من واحد الله والله يهضم من الاصل مني ولفي يرد وي فاسد الله بس علم شايل وطب طالب وصعب انضرب أكيد مستمرة حتى نطالب بحقوق الشهداء وناخذ ثارهم، واحنا مستمرين لحد ما تتحقق جميع المطالب وناخذ ثار الشهداء ان شاء الله. الشعب العراقي ما يوافق على هاي الحكومة وراح يجي يوم ينتفض كل الشعب وتنعاد ثورة تشرين ونخلص من كل هاي الحكومة بحيل الله. بصرة فزعت والملامح سومرية بصرة فزعت والملامح سومرية زلم تهوى الموت زلم الناصرية بصرة فزعت والملامح سومرية وزلم تهوى الموت زلم الناصرية وزلم تهوى والمذنب كل وقت حر وابيد والمذنب كل وقت حر وابيد هاي ميزان الشرف واهل الكرامة هاي ميزان الشرف واهل الكرامة فدوى لاهل الكوت وشهد وشهامة فدوى لاهل الكوت وشهد وشهامة وبصلاح الدين معروف المواقف وبصلاح الدين معروف المواقف ويا اهل الموصل شمحلى السوالف ويا اهل الموصل شمحلى السوالف والشمال مروحه متروس العواطف
الحكومة لم تحقق مطالب الثورة بل قامت بالتخصير أكثر عن طريق تقسيم المحاصصة الجديدة الذي أقامه الكاظمي عن طريق الدوائر والمؤسسات وحتى الوزارات. الكاظمي لم يوفي بأعيد فهو رجل خلينا نقول شومان زين رجل كاميرا أكثر مما هو رجل مواعيد ورجل مواقف. الشعب العراقي شعب خاصة الفئة الشبابية تصر على إزالة الفاسدين. اليوم قدمنا مطالب وسنقدم مطالب عن طريق البيان الموحد، ستكون مهلة محددة ربما شهر أو أقل، بعدها سيكون لكل حادث الحديث، لكن غالب الأمر سيكون إسقاط النظام. صراحة الموقف الثوري لجميع العراقيين لازم يتوحد. الثورة أساسها وأساس عملها هو إقامة قوانين وإقامة أمور تقوم بالنفع لجميع أفراد الشعب الموجودين يعني، فلازم جميع يشارك بهذا الموضوع. اسمع هاي المسيرة للأبد خلوها، هاي المسيرة للأبد الله حتى الكرام بكل وقت تلقوها، حتى الكرام بكل وقت. اسمع والروح بس لجل الوطن ضحوها، والروح يا عراق غيرك ما نحب صيحوها، يا عراق غيرك ما نحب. اسمع بغداد يا حلوة غيرك ولا نهوى، بغداد يا حلوة غيرك ولا نهوى، بغداد يا حلوة غيرك ولا نهوى، خلونا نقراها بهاي المسيرة، خلونا نقراها بهاي. يلا ثورتنا هاي المسيرة، الله والبصرة يا الكل جملع وعذوبة، البصرة يا الكل جملع وعذوبة، هي ميسان يا قرصة قمر وغروبة، ميسان يا قرصة قمر وغروبة، الله في طار من عدها الشرف قصدوبة، في طار من عدها الشرف قصدوبة. اسمع يا البصرة يا الكل جملع وعذوبة، يا البصرة يا الكل جملع وعذوبة، عمي ميسان يا قرصة قمر وغروبة، ميسان يا قرصة قمر، يلا بيقار من عدها الشرف قصدوبة، بيقار من عدها الشرف قصدوبة، الله والكود زود بكل وقت محسوبة، والكود زود بكل وقت محسوبة. اسمع دمبار في ساعة لو دقت الساعة، 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 والموصل وياها بهاي المسيرة، والموصل وياها بهاي المسيرة. يلا ثورتنا محلاها فنبقى وياها هاي المسيرة، والنجف يا ديرة علي محلاها، والنجف يا ديرة علي محلاها، الله وبكربلة أم الوفا نتباها، وبكربلة أم الوفا نتباها. اسمع باب الحضارة وبالسماء نلقاها، باب الحضارة والقادسية البسعد المسراحة، والقادسية البسعد صوت علي كثير موعدنا والثورة مالتنا، كثير موعدنا. لا هذه الحكومة حكومة تخدير، جميع ما حققته هي مطالب
ثابتة غير موجودة على أرض الواقع، وحكومة الكاظمية هي حكومة تخدير لا أكثر ولا أقل. هذا الشيء ناجم على أنه لا يستطيع على إيجاد مخطوف واحد، ألا وهو آخر مخطوف وهو سجاد العراقي، وجميع الساحة وجميع العراقيين يعرفون من هي الجهة المنظمة لخطفه، فلم يستطيع تحرير مخطوف واحد. لذلك هذا بيان على أنه لن يستطيع محاربة أي حتان من الفساد. دام أن ثورة أكتوبر مستمرة وبجهود الشباب الواعي، هذا الشيء لن يستمر ولن تستمر هذه الحكومة. وبإذن الله ما بعد الزيارة الشعبانية وما بعد هذه الزيارة الأربعينية التي ستحدث بعدها، سيكون تصعيد هنالك عند الشباب الواعي، وبإذن الله سيكون هنالك إزاحة لهذه الحكومة. بس بالنسبة لموعد الانتخابات المبكرة حددته، بس الدوائر المتعددة ما حققت لحد الآن محاسبة قتلة المتظاهرين اللي هو المطلب الأهم لثوار تشرين. لحد الآن ما شفنا أي محاسبة لأي قاتل، ولحد الآن أيضا مستمرة عمليات القطف والخطف بحق الناشطين وباقي الثوار. طبعا بعد اللي طاح بعادل عبد المهدي اللي هو يعتبر المجرم الأول والمسؤول الرئيس عن إراقة دماء المتظاهرين، نقدر نقول إنه هذه الثورة حققت الكثير من الأفكار الجديدة اللي غيرت الكثير من أفكار الشباب. بعد ما كانت هناك هالة قدسية كبيرة حول الكثير من المسميات والكثير من الفصائل، الآن هاي الهالة قدرنا نزيلها من خلال هذه الثورة ومن خلال طبعا الشباب والشهداء. كون بعلمهم للي قاعدين بالبيت انه احنا حتى اذا راح يتغير الوضع بالعراق، الوضع الراهن بالعراق، احنا ما راح نلحق على احتمالية. بالنسبة لأجيالنا القادمة اذا هم يحبون يغيرون اجيال، يعني مستقبل اجيالهم، فايد كيفهم بعد.
حاليا الشعب العراقي هو في قمة الوعي، في قمة الإدراك أنه ذول السياسيين مجرد ناس إعلاميين بوعود كاذبة. كيف يتم إزاحتهم؟ إزاحتهم إن شاء الله بعد الزيارة الحسينية، بعد زيارة عاشوراء يوم 25/10 حيكون هناك تصعيد غير سابق إنذار، حتكون كل المحافظات موجودة بالعراق وحيكون ضربة قوية كلش الأحزاب الفاسدة. كاظمي كان يستعمل أسلوب التخدير والوعود الكاذبة، ركز على الإعلام أكثر ما ركز على الشعب العراقي. رئيس الوزراء حاليا هو عاجز عن إطلاق سراح مخطوف، مع العلم أنه نص الشعب العراقي يعرفون من الخاطف الجهة الخاطفته ومكان المخطوف، لكنه حاجز عن إطلاق سراح، فكيف له أن يوفي بكل الوعود اللي أعطاه للشعب العراقي؟ هاي الثورة ما لها حل أي نصر. ثورة تشرين هي ثورة كلش عظيمة، أكثر من 65 ميليشيا إيرانية، أكثر من 30 جهاز أمني، تحالف دولي، لكن ثورة تشرين مستمرة ما لها حل إلا النصر. إذا كان إيمانهم ضعيف بالثورة وإيمانهم ضعيف بهذا الجيل العنيد اللي كسر كل القيود وكسر كل خطوط الحمراء، فيا ريت لو يقدمون دعم معنا، وعلى الأقل برفع العلم العراقي على أسطح المنازل أو في سيارات أو الدعم الإعلامي. يعني اكيد مستمره، لو ما مستمره كان ما تواجدنا هنا انا والاعداد الكبيره والطلاب واللي الوجوه اللي كانت ومفارز طبيه واللي متظاهرين كلهم موجودين، شفتهم نفس وجوههم. احنا قدماء، احنا من يوم 25 متواجدين، نفس الوجوه موجوده، يعني اكيد مستمره. خلينا نقول شو اسمه، ان شاء الله تحققها، يعني نتامل احنا، يعني طلعتنا احنا على مود تحقيق المطالب. اقول لهم طلعوا كافي قاعده، اليوم طلعنا احياء ذكرى، اليوم سلميه احياء ذكرى الشهداء. طلعوا ماكو شيء، ماكو شيء، لا تخافون من شيء، ثبتوا وجودكم تكريما للشهداء. رجعوا طلعوا هنا، أنا من ناعتكم للعصر متواجدين، احنا عندنا مسيرات الساعة بالاربعة، عندنا بالستة تواجد، ابقوا متواجدين. اليوم يوم 25 ننتظر وجود اللي ما كان المجاي اليوم. اريد وقفة وياكم احياء للناس اللي استشهدت، اللي تعوقت، على الاقل فرحوهم انه اكون الناس ببراهم. الوراش
كثير هذه الثورة العظيمة من توحد الشعب العراقي وتوحد شبابه وصناعة جيل واعي، جيل حر، جيل ليس تبعي. لم يفي الكاظمي بأي وعد من الوعود مجرد دعاية وإعلام. لا، لم تحقق مطالب الثورة ولم تحاسب الذين قتلوا المتظاهرين. إحنا كنا أحرار وكنا شباب، وهذا الجيل لازم يستمر بالنهضة مع الوعي مالتنا. الله مستمرة، والدليل انه احنا صارنا سنة كاملة من ذيك السنة يوم 1/10 هسه نعيد الذكرى، وان شاء الله منطين الحكومة مولا 25 يوم منها 25/10 حيكون الرجاءات اكيد صارمة بعد، لان سنة واحدة ما فادت يا ما حد في لا سنتين ولا ثلاث. بثنا انه الشعب العراقي ما ميت، الشعب العراقي عنده غيره، شعب واعي، شعب يطلع ضد الظلام. الحكومة البائدة عادل عبد المهدي وحسن كاظمي هو خطة من الأحزاب لا أكثر، يعني ما حيسوي شيء وما متوقعين منه أي شيء وما منتظر منه أصلاً أي شيء. Yeah.
الكاظمي بالنسبة للشعب العراقي هو كأبرة تقدير، أنه بس ينطوا وعود بس ما ينفذ بيها، لحد هسه ما نفذ أي مطلب من مطالب المتظاهرين أو محاسبة القتلة. الثورة حققت الكثير للعراق، مثلا أولا استطاعت الثورة هي إسقاط عدد من المسؤولين والأحزاب وفضحهم أمام الشعب العراقي. مثلا الثورة هي خلصت الشعب العراقي من عادل عبد المهدي اللي هو أصلا فاسد من البداية، وجابت الحكومة حطت علينا رغم عنا، فهذا أول واحد سقط. الكاظمي يعطى وعود كثيرة لكنه لم يفي بوعده بخصوص الثورة، يعني
مجرد بس كلام احنا دا نشوفه، ما طفت شيء حقيقي، ما طفت شيء يعني ملموس احنا دا نشوفه بالساحة، بس مجرد كلام وماكو اي فعل. احب اقولهم ان الثورة باقية والثورة موجودة اكيد، وفت شيء حلو، والثورة هي اللي تنقلكم يعني، وتعالوا للساحة، الساحة كلش حلوة، الساحة محتاجتكم. هاي الشهداء اللي ضحوا على مودنا، الشهداء اللي وقعوا على مودنا كلش محتاجينه، محتاجين نوقف وياهم، محتاجين نعيد الذكرى. مثل ما تشوفون حاليا يعني الساحة رجعت مثل ما كانت سابقا. ما حققت أي مطالب، مجرد وعود وأوقات غير محدودة. أساسيات اللي هي محاسبة قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين بالبرلمان، أبد ما حاسبهم اللي هسه. حققت هواي أشياء اللي هي شوفوها الحكومة وشوفوها من طرفات ثانية صغيرة، بس هي بالعكس كلش كبيرة بالنسبة لنا. حققت المساواة، والأول مرة من 17 سنة العراق يقدر يقول كلمة بدون ما يخاف، لأنه قبل أي واحد يريد يحكي حكاية رأساً ينكتل مجرد أنه بس يفكر بيها. ما راح يقبل الشعب العراقي وابقاء الفاسدين والسياسيين الفاسدين يأخذون رشاوي ويسوون على مود مصالحهم الشخصية. مطالبنا الأولى للكاظم هي محاسبتهم وإخراج الملفات الفاسدة. الرحمن الرحيم، الرحمة والخلود إلى شهداء ثورة تشرين الخالدة، والشفاء العاجل إلى جرحانا. الثورة مستمرة لحد تحقيق المطالب المشروعة اللي خرجنا عليها
من 1/10 العام الماضي ولحد هذه اللحظة لن ما قاعد نستجد من الحكومة إنه لتحقيق المطالب مالتنا، لكن إحنا مستمرين وباقين لحد ما تتحقق المطالب مالتنا. وتشرين اليوم عادت من جديد. هذه الثورة حققت الكثير، حققت أن هذه الثورة وقع الكثير من الشهداء السني والمسيحي والشيعي، يعني إحنا حققت كثير، يعني لمتنا صارت بيت واحد هذه الثورة. إحنا باقين نحاسب قتلة المتظاهرين وحيتان الفساد، وإن شاء الله الأيام الجاية راح نثبت لهاي الحكومة إذا ما قاعد نشوف منها نتيجة راح تسقط شرعيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاظمي هي حكومة إعلام لحد الآن فقط كإعلام نشاط فول، بس كمطالب محاسبة قتلة ماكو، قانون انتخابات ماكو، خدمات ماكو، الفقه المشاردين أبسط شيء، كورونا، المستشفيات متردية الأوضاع، الصحة، قطاع الصحة منتهي رسميا. في هذه الحكومة تتحدث عن المطالب. إن شاء الله مستمرين، ثورتنا مستمرة، واليوم 1 أكتوبر هو الإحياء هذا اليوم الأليم الحقيقة لأن شهدائنا وقعوا به، وفخرنا أخوتنا الجرحى اللي لحد الآن جاي يعانون من هذا الآثار اللي عليهم. فإحنا دماء شهدائنا وجرحانا نعطيهم وعد، إحنا مستمرين حتى أزال الطبقة السياسية الفاسدة كده. اطلع طالب بحقك، اطلع ساند أخوتك، اطلع طالب دماء الشهداء اللي وقعت، الشهداء عوائل الفجعت. اعتبر الشهيد اللي وقع أخوك، أخوك من السجن تبقى ساكت ما تأخذ بثارة. اطلع انتفض على الحكومة الفاسدة، اطلع غير، اطلع شارك ويانا، وإن شاء الله مستمرين على نهج الشهداء ونهج الجرحى إن شاء الله، ونقول إن شاء الله ونتوكل على الله، وإن شاء الله ثورة راجعة بعزم هاي الشباب. مثل ما شفت اليوم الكل راه هنا وعلى هذا اليوم وقالوا ما راح تجي أعداد، الحمد لله شكر جد أعداد وشباب كفوا ووفوا، وخواتنا وبناتنا بطلات جو ما قصروا، وإن شاء الله مستمرين. خلص يومي نزيد ونخفر غيره، عشنا حرارة ونبقى حرار ما صرنا ذيوله، عشنا حرارة ونبقى حرار ما صرنا ذيوله. شنو هذا الصوت؟ هذا مو صوت مبرح. نبقى حرار وعشنا حرار ما صرنا ذيوله، واللي يسأل عن الثوار روحوا غنوله، واللي يسأل عن
عشنا حرار ونبقى حرار ما صرنا ذيوله. عشنا حرار ونبقى حرار ما صرنا ذيوله. واللي ينشد عن الثوار روحوا غنوله. واللي يسأل عن الثوار روحوا غنوله. بين الجسر والساحة العراق عالي جناحة. بين الجسر والساحة العراق عالي جناحة. هسه شني اسمع يا يسأل عنكم قلولة حرارو ما صرنا ديولة. 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 بس شني يوم الساحة تخبو مدروسة اليومين. يوم الساحة تخبو امريكا ولا الايران. صوت صوتي لازم يكون هيك يهتز. لا امريكا ولا الايران. عم الملعب للثوار الملعب. لا امريكا ولا الايران. الملعب للثوار الملعب. ما عندنا والعراق غايه. Thank you.